أذان الفجر والصلاة والفلاح، يا أهلنا نلتقي في الصباح رباح. من أذان الفجر والصلاة والفلاح، يا أهلنا نلتقي في الصباح رباح. يا صباح قطر ابتسامة وعطر، وقضت كل البشر وفي الصباح رباح. ويا صباح قطر ابتسامة وعطر، وقضت كل البشر في الصباح رباح. ويا صباح الطيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مشاهدينا ومستمعينا الكرام في برنامج الصباح رباح، حلقة جديدة تجمعنا وياكم على مدار ساعة راح نقدم لكم خلالها مواضيع متنوعة. نبتدي بالعناوين: جهود الهلال الأحمر القطري في مواجهة فيروس كورونا، طموح تطلق حملة يستمر التواصل لتطوير المهارات والقيم عن بعد، وراح نتعرف أيضا على الطرق الصحيحة لتوعية الأطفال من مخاطر كوفيد-19. مشاهدينا مستمعينا، الحين نتعرف معكم على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم. تنضم إلينا عبر الهاتف أمينة الملا من إدارة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا أمينة. صباح النور يا مرحبا أمينة. كلمينا عن حالة الطقس اليوم، وإذا كان في أي تحذير لرواد البحر. إن شاء الله. عن الحالة الجوية لليوم، تكون الأجواء من غائمة إلى غائمة جزئيا، والفرص مهيئة لأمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحيانا. الرياح السائدة تكون جنوبية شرقية إلى شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 عقدة، مع هبات تصل 28 عقدة أحيانا. ومن المتوقع استمرار فرص الأمطار ليوم الغد، ولكن تكون أمطار خفيفة على بعض المناطق. عن درجات الحرارة، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى ما بين 25 إلى 28 درجة مئوية، والصغرى تكون ما بين 16 إلى 20 درجة مئوية. عن الحالة البحرية، هناك تحذير بأمطار رعدية متوقعة تصاحبها رياح قوية وأمواج عالية، حيث من المتوقع أن تكون الرياح داخل البحر شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح ما بين 8 إلى 18 عقدة، مع هبات تصل 25 عقدة، ويكون ارتفاع الموج ما بين 3 إلى 5 قدم، ويرتفع إلى 8 قدم مع الأمطار الرعدية. ومن المتوقع استمرار التحذير البحري حتى يوم الغد، وبذلك ننوه السادة مرتادي البحر بتجنب كافة الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة. هذا والله تعالى أعلم. أمينة الملا في إدارة الأرصاد الجوية، شكرا لك.
مشاهدينا ومستمعينا، يعمل الهلال الأحمر القطري بجهود كبيرة ومتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد 2019، وذلك من خلال نشر التوعية والتثقيف والاستفادة أيضا من الجهود التطوعية بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة العامة حول جهود التطوع لدى الهلال الأحمر القطري في مواجهة فيروس كورونا المستجد 2019. يسرنا أن نستضيف في الاستديو ونرحب في السيدة أو الآنسة رايا المغيصيب. صباح الخير يا رايا. صباح النور يا هلا. سعيدين جدا بتواجدك معنا ونشكر لك حضورك. وأنا أسعد والله. في البداية يعني الظروف اللي احنا عايشين فيها اليوم تتحتم علينا وجود المتطوعين تحديدا، كلمينا عن تجربتك في هالجانب. في البداية أنا أبي أشكر تلفزيون الريان على هذه الفرصة القيمة. صراحة يعني ودنا ان يعني احنا نتكلم عن هذه الفرصه ونشارك تجربتنا في الهلال الاحمر. في البدايه احنا قدمنا عن طريق البريد الموقع الالكتروني الهلال الاحمر، قدمنا على الفورم وتواصلوا معنا ما شاء الله بسرعه في اقل من 24 ساعه. تتكلمين عن اخر اعلان للهلال الاحمر، اخر اعلان للتطوع. وحددوا ثلاث ورشات توعويه تثقيفيه لفيروس الكورونا. كنا احنا تقريبا 100 متدرب ومتدربه، وصراحه يعني تعلمنا الكثير. طيب الورش هذه اللي يعني اشرحوها لكم او قدموها لكم، شنو كانت طبيعتها؟ تتكلم عن ايش بالضبط؟ في البدايه هي تتكلم عن شنو بالضبط ما فيروس الكورونا. احنا نسمع من اكثر من موقع، من اكثر من مصدر، مش عارفين بالضبط شنو هو فيروس الكورونا، شنو المخاطر او مش المخاطر، المضاعفات او الاشياء اللي تبين لنا وجود فيروس الكورونا في الشخص. ثالث شيء التوعية طبعا والوقاية من فيروس الكورونا، شلون احنا نقي نفسنا من فيروس الكورونا. طيب هذه يمكن تكون المرحلة الأولى رايا، أن أعطوكم ورش نظرية، بس أكيد في دور ثاني يقع على عاتقكم بعد هالخطوة، شنو راح يصير؟ يعني هل في ورش أخرى؟ هل في دورات لاحقة؟ هل هي بس دورة لوقت محدد؟ هي دورة توعوية. بعدها طبعا إحنا بيكون علينا كمتطوعين مسؤولية كبيرة، أن إحنا أول شيء ننشر الوعي بطريقة، ننشر الوعي ذاتيا اول شيء يكون عندنا احنا وعي. وننشره طبعا على الاهل والمجتمع بشكل عام. هاي اكبر مسؤوليه واهم مسؤوليه، لان الوعي هذه ممكن انه هو يحصر الفيروس، وطبعا تتبع يعني تعليمات الدوله. اكيد. ثاني شيء في خطط ان شاء الله جايه، اللي هو ممكن في دفعه راح تنزل الميدان، راح تنشر الرساله التوعويه اللي سويناها احنا في الورش التدريبيه. وان شاء الله بعد راح يكون في قسم الصحه النفسيه، اللي هو راح نروح حق المرضى ونرفع معنوياتهم. رفع المعنويات طبعا هو شيء اساسي، وهاي اللي يعني نحتاجه في هالفتره بالضبط. إيه رفع المعنويات. طيب انت رايا بعد ما اخذتي الدوره شنو الاشياء اللي سويتيها؟ انا بعد ما خذيت الدوره اول شيء كان عندي وعي شنو هو فيروس الكورونا. احنا نسمع، انا جيني مليون رساله يوميا. صحيح. يعني مش عارفين هاي صح ولا هاي صح ولا هاي صح. طبعا اهم شيء ان نسمع او نقرا من المصادر الموثوق فيها، بس المصادر الرسمية اللي تعلن هذه الأخبار، هذه هي المصادر اللي تقول الكلام الصح. بديت طبعا أني أنا أنشر هاي الوعي بين أهلي وبين ربعي. كنت أقول لهم أوكي هذه الرسالة مش من مصدر رسمي موثوق، خلاص هذه مش من مصدر موثوق، فخلاص لا هذه مش، هذه غلط. فبديت اول شيء كذي التعقيم، اترك مسافه بيني وبين اي شخص، ما اسلم، التزم بالارشادات اللي اعطونا اياها، اللي هي العزل المنزلي وما نطلع يعني طبعا الا للضروره القصوى. طيب رايا شو اللي خلاك من البدايه تفكرين انك تروحين تقدمين للتطوع؟ يعني شو اللي خلاك مثلا مجرد ما تدخلين على الويب سايت وتقدمين، شنو كان الدافع في الأساس؟ الدافع صراحة أن أنا أخدم بلادي، يعني هاي شوية
في حق بلادي، يعني هاي ردا لجمايل الدولة، وما شاء الله يعني الدولة يعني وايد قاعدة قائمة على أشياء وايد وحاطة احتياطاتها في أشياء وايد، فيعني هاي يعني شيء بسيط. طيب رايا، كلمة توجهينها لأي حد يسمعنا الحين ممكن يكون متخوف من أنه يدخل في التطوع، يعني ممكن يقول أنه ما أبي أدخل في هالمجال أو شيء، أو كلمة للناس بشكل عام؟ بالعكس، أول شيء الهلال الأحمر أكيد إنهم قبل إحنا نتطوع هم محافظين على سلامتنا ومهتمين لسلامتنا، عشان كذي إحنا خذنا هذه الدورة عشان إحنا نعرف شلون نقي نفسنا من الفيروس. وثاني شيء أنت قلتيها تخويف، أنا المسجات اللي قاعد توصل جدا تخويفية، كلن يفتي هالأيام، كلن يفتي، فلا بالعكس أنا أقول تطمنوا والتزموا بالإرشادات، قعدوا في بيوتكم، اخذوا الحذر، بس ما له داعي للخوف. الخوف يعني معروف انه هو ينزل جهاز المناعه، صحيح، واحنا الحين في وقت ان احنا لازم يكون عندنا وعي صحي. يعني الناس يقولك ملل قاعدين في البيت، لا بالعكس، في اشياء جديده، في اشياء وايد يقدرون يسوونها في البيت، يقدرون انهم يغيرون نظامهم الغذائي، يقدرون انهم يكون عندهم وعي صحي. الحين يعني خلاص الحين كلنا الحين اللي ما في واللي ما عنده وعي خلاص صار عنده وعي، يعني خلاص الواحد لازم يهتم بصحته، لازم يهتم بنفسه، يحط اهدافه، يسوي اشياء حق المستقبل. هاي بريك، هاي بريك حلو عشان الواحد يقعد مع نفسه ويرتب أموره، يعني وبالعكس خلي يشوفون الجانب الإيجابي من الموضوع. بالعكس رايا، مثل ما قلت يعني هي فترة استراحة، يعني إحنا ليش ما نفكر بطريقة ثانية، بطريقة إيجابية، إن هالوقت يكون لمراجعة النفس، تقييم النفس، خلص أشغالي اللي ما خلصتها، صح، أنجز الأمور، وهذه أيضا فرصة جدا مهمة. وفي نفس الوقت أنا قاعدة أخدم بلادي، لكن في نفس الوقت قاعدة أخطط للمرحلة القادمة من حياتي. أيوة صح. رايا شكرا جزيلا لك، أنا سعيدة جدا بوجودك، وأنا بصراحة فخورة أن أنت تكوني متطوعة في هذا الفريق. يعطيك العافية وشكرا لوجودك معنا اليوم في الاستديو. ما قصرتي حبيبتي. مشاهدينا ومستمعينا، فاصل قصير ونكمل بعده ما تبقى من فقرات البرنامج، خلكم ويانا. المواظبة على غسل اليدين بالماء الساخن والصابون لعشرين ثانية على الأقل تعتبر من أهم طرق الوقاية من عدوى فيروس كورونا، وفي حالة عدم توفر الماء والصابون استخدم مستحضرا لتعقيم اليدين. أرحب فيكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، والحين خلونا نروح جولة في الصحافة المحلية الصادرة لهذا اليوم وأبرز العناوين والزميلة فوزية عامر. سلطت الصحف القطرية الصادرة صباح اليوم الضوء على الإجراءات والتدابير الإضافية التي اتخذتها الدولة في سبيل مواجهة ومحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بما يصب في صحة وسلامة المواطن والمقيم. فتحت عنوان قرارات جديدة توفر الأمن والحماية للمواطن والمقيم، خلصت صحيفة العرب في تعليقها على مجموعة القرارات الجديدة التي أعلنت عنها سعادة السيدة لولو الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للأزمات يوم أمس بالقول: لا شك أن كل هذه الأمور تصب أولاً وأخيراً لصالح كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، سواء مواطنين أو شركاء النهضة المقيمين، والذين يستحقون الإشادة على سرعة تجاوبهم مع إجراءات الدولة كافة لحمايتهم من انتشار الفيروس. والمؤكد وفق ما قالت المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات أن الشعب الذي صمد في وجه الأزمة في 2017 وتخطاها بثبات سيتخطى هذه الأزمة بإذن الله بتماسكه ووحدته.
أما صحيفة الراية فقد أثنت على روح المسؤولية العالية التي أبداها المواطنون والمقيمون الذين تطوعوا لمشاركة مؤسسات وأجهزة الدولة في جهودها الرامية لمواجهة تحدي انتشار فيروس كورونا المستجد. فتحت عنوان تجاوب شعبي مع الجهود الرسمية لمواجهة كورونا، قالت صحيفة الراية في عددها الصادر صباح اليوم: لقد فتحت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة وباء كورونا الباب واسعاً أمام مختلف القطاعات، خاصة الشبابية منها لقيادة حملة التطوع. ولذلك حققت الحملة التي أطلقها الهلال الأحمر القطري انتشاراً واسعاً خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تسابق عدد كبير من المواطنين والمقيمين على التسجيل بهذه المبادرة التي تنبع من حس وطنية، أكد من جديد عمق التكافل والوقوف صفاً واحداً في وجه هذا الفيروس. وحمل رأي صحيفة الشرق عنواناً يقدر عالياً الجهود التي تبذل في سبيل محاصرة الفيروس، فتحت عنوان جهود مقدرة للتعامل مع كورونا، قالت صحيفة الشرق في عددها الصادر صباح اليوم: وتأتي قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات معبرة عن استراتيجية الدولة وسعيها الدؤوب لإعلاء قيمة الإنسان والحرص على حياته وسلامته وأمنه واستقراره دون التأثير على الاحتياجات اليومية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. وفي صحيفة الوطن شددت الكاتبة آمنة العبيدلي على أهمية الاستجابة المجتمعية للإجراءات الحكومية الهادفة إلى ضمان سلامة وصحة المواطن والمقيم، وذلك في خضم معركة مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقالت العبيدلي في مقالها المعنون ب مع الحكومة يدا بيد: كما يتوجب على كل مواطن أو مقيم ألا يغادر منزله عندما تتطلب الإجراءات ذلك، خوفاً من أن يكون مصاباً فينقل العدوى أو معافى فتنتقل إليه العدوى. كما يجب تنظيف المكان وتهويته جيداً، والأفضل الابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن المزدحمة، فهي أكثر الأماكن التي تنتقل فيها الأمراض، وخاصة للأطفال وكبار السن الذين لا يتمتعون بمناعة قوية. أما عناوين الصحافة لهذا اليوم: الوطن، صاحب السمو والرئيس البلغاري يبحث عن العلاقات، سموه يتلقى اتصالا هاتفيا من رديف. إجراءات احترازية، اللجنة العليا لإدارة الأزمات تعلن عن قرارات جديدة استكمالا لجهود الحد من فيروس كورونا، إغلاق جزء من المنطقة الصناعية، إغلاق محلات بيع التجزئة وفروع البنوك في المجمعات التجارية، إغلاق الصالونات الرجالية والنسائية وإيقاف خدماتها للمنازل. الرعاية الأولية، تخصيص روضة الخيل الصحي لاختبارات الحالات المشتبه بها، إعادة جدولة كافة المواعيد المسجلة بعيادات رعاية الحوامل والطفل السليم. الملازم الرويلي، إعفاء المركبات من الفحص الفني بدءا من الأحد المقبل. ننتقل إلى جريدة الشرق. المتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات تعلن عن قرارات جديدة. لولو الخاطر، إغلاق جزء من المنطقة الصناعية لمدة أسبوعين قابلة للتجديد. اكتشاف عدد من الحالات في الصناعية تخضع للحجر الصحي. اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا من الوافدين. دكتور عبد اللطيف الخل، مزيد من المتشافين من كورونا قريباً. يمكن لجميع القطريين العودة إلى وطنهم دون تحديد ذلك بفترة زمنية. إيقاف أنشطة الأندية الصحية في الفنادق حتى إشعار آخر. حملة على الباعة المخالفين في السوق المركزية. جامعة قطر تتقدم في تصنيف QS العالمية، قفزت 56 مركزاً في عام واحد. إلى جريدة الراية. وزيرة الصحة، 8400 فحص لكورونا أجرتها مؤسسة حمد، اطلعت على سير العمل بإدارة المختبرات الطبية وعلوم الأمراض. دكتور خالد بن جبر، تطبيق نظام العمل عن بعد بالجمعية القطرية للسرطان، استمرار تقديم كافة الخدمات للفئات المستهدفة. دكتور محمد بن حمد، الإجراءات الاحترازية تحمي من الإصابة بالوباء خلال ندوة إلكترونية نظمها مؤتمر ويش. منى السليطي، المدير التنفيذي لقطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر للراية،
4601 متطوع لدعم جهود الوقاية من كورونا. ننتقل إلى صحيفة العرب. رئيس الأركان يلتقي قائد القوات المشتركة الموحدة القطرية التركية. دكتور ثقيل الشمري: يجب الابتعاد عن الشائعات والحصول على المعلومات حول كورونا من المصادر الرسمية، أكد أن الدولة حريصة على مصلحة الجميع. مواطنون: غلق المساجد يحفظ صحة السكان، وخطوات متميزة للمؤسسات للحد من انتشار كورونا. أشادوا بحرص الدولة على دراسة جميع الجوانب المرتبطة بالقرار. حصاد: تعفي المستأجرين من الرسوم حتى سبتمبر في سوقي السالية والوكرة المركزيين. نختم الجولة بصحيفة لوسيل. القطرية للإعلام تطلق حملة توعوية للوقاية من الفيروس. البورصة تتخذ إجراءات وتدابير لمواجهة كورونا لضمان استمرار العمل وتوافر موظفيها والحفاظ على صحتهم. 41 طن ذهب احتياطي قطر من المعدن الأصفر و 38% نمواً مركباً في عامين. 4 مصانع وطنية تورد 100,000 عبوة معقم للسوق المحلي يومياً. شركات توصيل تساهم بوصول المنتج للمستهلك. أرحب فيكم مشاهدينا ومستمعينا. نتطرق لموضوع توعية الأطفال بمخاطر فيروس كورونا كوفيد-19 وكيفية الوقاية منه، وهو أمر ضروري لحمايتهم. لكن ما هي الطريقة المثلى للحديث عن هذا الموضوع معنا، أو للإجابة على مثل هذا التساؤل، معنا في اتصال هاتفي الدكتورة العنود الأنصاري، استشارية نفسية في مركز سدرة للطب. صباح الخير يا دكتورة. هلا مرحبا، صباح النور، الله يعطيكم العافية أختي حنان. دكتورة، في البداية نبي نتكلم عن أهمية مصارحة أبنائنا حول مثل هذا الموضوع. طبعا مهم أن احنا نصارحهم. في أخبراء الصحة النفسية، نعم، حق الأطفال والمراهقين في كل مكان، وحتى عندنا هنا في سدرة نبي نوضح احنا بس حق الناس، أن حق أغلب الناس، أن ممكن إن أغلب الناس ممكن بإذن الله ما يتأثرون طبياً بفيروس كورونا، بس كلنا تأثرنا نفسياً. فهاي التأثير النفسي بعد يشمل الأطفال والمراهقين، عشان شيء ضروري إن إحنا نناقش معاهم هالأمور، حتى لو هم ما تكلموا عن هالموضوع، لأن ممكن تكون عندهم بعض المخاوف اللي في بالهم بس هم ما قادرين يعبرون عنها لما يسمعون عن هالأشياء في الأخبار، ويسمعون من أصدقائهم من وسائل التواصل الاجتماعي، لما يشوفون الناس كلها لابسة كمامات مثلا. صحيح. فلما نتكلم معاهم يقدرون يفهمون أكثر، نخفف شعورهم بالقلق والخوف، يقدرون يتكيفون أكثر مع اللي قاعد يصير حوالينهم، ونتأكد في هذه اللحظات أن هالأشياء ما راح تأثر بشكل سلبي على صحتهم النفسية. طيب دكتورة، شنو المعلومات اللي لازم نقولها حق الأطفال تحديدا؟ يعني يمكن الطفل ما يفهم شنو يعني مرض، لكن شلون مثلا، أو شنو المعلومات اللي لازم يعرفها عن المرض؟ خلينا نقول المعلومات الأولية. أهم شيء أن احنا معلومات اللي نعطيها الأطفال أنها تكون تناسب عمرهم وتناسب شخصيتهم. يعني الأهل حتى أكثر ناس يعرفون كل طفل شنو قدراته وشنو الأشياء اللي ممكن يستوعبها. نشرح لهم عن المرض على حسب حتى مرحلتهم العمرية. نعم. ممكن في البداية ان احنا اذا بنبدا نفتح معاهم المواضيع، نسألهم هم شنو يعرفون، شنو سمعوا عنا، شنو الاشياء اللي يعرفونها، وخليهم هم يشرحون لنا عن اذا سمعوا عن الفيروس، سمعوا عن الوباء، وبعدين احنا نسألهم اذا شنو انتم حابين، في شيء حابين تعرفونه اكثر، في شيء تبون تسألون عنه زيادة، بس عشان نعرف شنو الطريقة اللي يفكرون فيها، شنو المعلومات اللي عندهم، ونعطيهم شوي معلومات زيادة عن اللي عندهم. بعد مهم إن إحنا ما نعطيهم تفاصيل زيادة عن اللزوم، لأن في معلومات موجهة حق الكبار. صحيح. ما نعطيهم تفاصيل زيادة ممكن في هالوقت ما يحتاجون يعرفونها، ممكن إن هي تزيد والقلق والخوف اللي عندهم. فمهم إن إحنا بعد وإحنا نتكلم معاهم إحنا نحافظ على هدوءنا كأولياء أمور، مدرسين، مربين، لأن إذا إحنا كنا خايفين وحاسين بقلق وذعر، هذا مش عارف تنعكس على الأطفال وعلى المراهقين. فنحافظ إحنا على الهدوء، نأخذ أسئلتهم بهدوء، ونحاول إن إحنا نجاوب عليها. الحين في أطفال ما شاء الله في عندهم أسئلة إحنا ما نعرف أجوبتها. صحيح. نقول لهم نحاول نفهمهم إن هذه فيروس جديد، في أشياء جديدة تطلع عنها كل يوم.
ناخذهم ونروح ندور معاهم على الأجوبة. منها الناحية إن إحنا نراويهم إن في أماكن معينة لازم هم يروحونها إذا هم يبون الصف. طبعا هاي مع المراهقين شوي أكبر سنا، إن هذه الأماكن الرسمية، هذه الأماكن اللي إحنا ناخذ منها معلومات صح، وندور معاهم على الأجوبة عشان بعد نخفف من القلق اللي عندهم. دكتور يمكن هي عفوا ممكن موضوع تصحيح المفاهيم الخاطئة مثل ما ذكرتي، لأن اليوم صار في أشياء كثيرة يعني في مصطلحات متداولة، ويمكن دكتورة شفنا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي أن في بعض الطرق البسيطة لتوعية الأطفال بالمرض من خلال أن استخدام أدوات بسيطة في المنزل، أن قبل لا تستخدم الصابون وبعد ما استخدمت الصابون على سبيل المثال. صح، وفي وايد حتى خصوصا حق الأطفال الأصغر سنا وبعد المراهقين، هم يحبون الأشياء المرئية، يحبون يشوفون فيديو عن الموضوع، يحبون يشوفون مثلا الأطفال الصغار يبون يشوفون رسومات عن الموضوع. ففي وايد أشياء الحين موجودة على الإنترنت وعلى اليوتيوب ممكن إن احنا نراويها الأطفال، بس مهم إن احنا نشوفها قبل، نتأكد إن المعلومات صحيحة وبعدين نشوفها معاهم وعقب نناقشها معاهم. فبهالطريقة نوصل لهم المعلومة بطريقة بسيطة ونتأكد إنهم فهموها بطريقة صح، وإن إذا طلعت عندهم أسئلة بعدها نقدر إن نجاوبها على طول، فتكون عندهم المعلومة وما يحسون بهالقلق وهالخوف. والشيء الثاني اللي هو طبعا ممكن يساعدهم مثل ما قلتي، إن احنا لما نعلمهم على الأشياء اللي ممكن تحميهم من هالفيروسات اللي هم ممكن يسوونها بنفسهم، يحسون إن الوضع تحت سيطرتهم، إن أنا إذا سويت هالأشياء إن شاء الله ما راح ييني شيء وما راح يحق اللي حواليني شيء. طيب دكتورة، مثل ما أنت عارفة مع تعليق الدراسة الحين بالنسبة للأطفال قاعدين أغلب الوقت في البيت، شلون ممكن أن نملي أوقات فراغهم بأشياء مفيدة وفي نفس الوقت ممتعة؟ صح، في البداية أهم شيء أن إحنا نحافظ لهم على الروتين، هم لأننا متعودين دائما أن يكون عندهم روتين لما كانوا في المدرسة، فلما فجأة يوقف كل هاي ممكن يأثر عليهم، فنفس الروتين اللي كان يصير نحافظ عليه كثر ما نقدر، يا ما نسوي لهم جدول متى بالوقت اللي يقومون فيه واللي ينامون فيه، وجدول طول اليوم إحنا شنو ممكن نسوي معاهم. الحين الأباء والأمهات اللي موجودين في البيت طول الوقت هاي لهم وقت أكثر إن يقضونه معاهم ويسوون معاهم أنشطة مشتركة، لأن بالعادة في أوقات الأيام العادية ما يكون عندهم هالكثر وقت. الناس اللي في الدوام مثلا تخلي في وقت اتصال مثلا مع الأطفال في نص اليوم، إن إذا كان عندهم أسئلة، إذا كان عندهم قلق إن أجاوب عليهم، نحدد لهم، نعزز شعور مثل ما قلنا بالسيطرة على الفيروس من الممارسات اللي يسوونها وإحنا نسويها معهم. يعني طول اليوم لما إحنا نقول لهم أنتوا لازم تغسلون يدكم قبل ما تأكلون، تغسلون يدكم لما عقب ما تلعبون، نراويهم شلون يسوونها، نسويها معهم، نشاركهم في هالأشياء، تزيد شعورهم بالثقة، ومنها إن إحنا قاعدين نعلمهم مهارات جديدة حتى تنفعهم بعدين. الأمهات اللي يجهزون حق رمضان في المطبخ يخلون أطفالهم يساعدونهم، وهم إن إحنا نحاول مثلا نسوي رياضة خفيفة في البيت كلنا مع بعض، يا أما نتمشى نوديهم معانا، ندربهم حتى إحنا نقول ندرب الأطفال من الحين على إن شلون طريقة الكحة، طريقة العطسة الصحيحة اللي هي بتساعدهم الحين وبتساعدهم بعدين حتى عقب إن شاء الله ما نخلص من هالفترة. فبس إحنا نشجع الأهل إن أي شيء يسوونه شاركوا فيه أطفالكم، قضوا وقت معهم أكثر، تتكلمون معهم فيه، لأن ممكن قبل يكون ما عندهم هالوقت إنهم نتكلم معهم في أشياء ثانية اللي كانت تصير عندهم، نحاول نعطيهم أهم شيء قلنا نحافظ على هدونا، نحافظ على إيجابيتنا عشان نقدر ننقل هالمشاعر حق الأطفال. بالضبط دكتورة، هو موضوع تعزيز السلوك الإيجابي جدا مهم خلال هالفترة والابتعاد عن التخويف. دكتورة خليني أكلمك عن الممارسات اللي أنت شخصيا تسوينها خلال هالفترة حاليا، طبعا بعد ما شفنا التعليمات اللي طلعت من الدولة بضرورة المحافظة على سلامة الأنفس خلال هذه الفترة واجتناب المخالطات قدر الإمكان. أنا شخصيا طبعا لأن إحنا مع الدوام فإحنا لحين دوامنا طبيعي نفس ما كان قبل، بأكس شوية أكثر الحين، ولكن وقت ما نكون في البيت نستجي طبعا حق الإرشادات اللي
تسويها الدولة عشان تحافظ علينا، نقعد في البيت ما نطلع إلا يعني للضرورة، ناخذ الأشياء اللي نبيها ونرجع على طول. في البيت نحاول إن إحنا طبعا نكون بس اللي إحنا موجودين في البيت، نتجنب إن إحنا نسوي تجمعات اجتماعية في هالفترة، خصوصا هالأسبوع الأسبوع الجاي. نحاول إن نقضي أوكي وقت أكثر مع بعض، نتجنب إن إحنا نسلم على بعض حتى هالفترة هالأسبوع الأسبوع الجاي، عشان نتأكد إن إحنا إذا كان في شيء ما قاعد ننقله من حق اللي في البيت، نقضي وقت أكثر مع بعض. أنا أتوقع هالفترة أكثر الناس عندها وقت إن هي تقعد أكثر مع أخوانهم خواتهم عيالهم. نعم. الحياة ما توقف، لكن الأشياء اللي كنا نسويها برا البيت قاعدين نسويها بس الحين داخل البيت، ونتجنب إن حد اللي هي التجمعات العائلية بس في هالفترة. دكتورة العنود الأنصاري، استشارية نفسية في مركز سدرة للطب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا مستمعينا، فقرات متنوعة في انتظاركم، لكن بعد الفاصل خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام. أطلقت طموح لإدارة العمل التطوعي حملة تحت عنوان يستمر التواصل، وذلك للمساهمة في تنمية المعرفة وتطوير المهارات والقيم عن بعد. للمزيد حول هذه الحملة التطوعية والفئات التي تستهدفها، يسرنا أن نستضيف فاطمة الطويل، نائب المدير العام لمؤسسة طموح لإدارة العمل التطوعي. صباح الخير فاطمة. صباح النور، حياك الله. في البداية حابين نعرف معلومات أكثر عن مؤسسة طموح للعمل التطوعي. بداية شاكرة لكم الاستضافة. طموح لإدارة العمل التطوعي هي انطلقت كمبادرة تطوعية من 9 سنوات، حالها حال أي مبادرة شبابية، مجموعة شباب تجمعوا وحسوا بمسؤولية تجاه وطنهم. ولكن في الآونة الأخيرة حسينا نحن لازم نحول عملنا إلى عمل مؤسسي، بحيث أن احنا نقدم خدمات بشكل أفضل، نقدم عمل تطوعي وفقا خلينا نقول لمعايير دولية، وفقا خلينا نقول أيضا أهداف الأمم المتحدة، وهذه التوجهات خلينا نقول الدولية اللي حتى تسعى لها الدولة. فانتقلنا إلى عمل مؤسسي، مؤسسة طموح لإدارة العمل التطوعي. هدفنا تعزيز ثقافة العمل التطوعي، مساندة الدولة في الجانب المجتمعي وخدمة المجتمع أيضا، وتوفير أيضا متطوعين للجهات التي يعني تطلب متطوعين بشكل استمرار، وأيضا إقامة وتفعيل دور العطاء المبتكر، ونحن يعني نخلق مفاهيم جديدة للعمل التطوعي، مش المفاهيم المعتادين عليها. نعم. وفي كثير برامج طرحناها، يعني منها وأهمها خلينا نقول هو التطوع الفكري، إن احنا نتيح للمتطوع أنه يفكر بطريقة مبتكرة، وهذا التفكير هو عبارة عن عمل تطوعي يقوم فيه، وأيضا كتاب في 72 ساعة، والعديد أيضا من الفعاليات المختلفة. يعني هي مبادرات مختلفة. خلينا نتكلم يمكن عن آخر حملة أطلقتوها اللي هي يستمر التواصل. كلمينا شوي عنها. حملة يستمر التواصل وتستمر المعرفة، طبعا في ظل الأوضاع الراهنة، وخلينا نقول الأزمة التي حلت مش بس على البلاد، على العالم كله، أزمة اللي هو وباء وفيروس كورونا، أيضا شعرنا بالمسؤولية تجاه هذا الأمر، وحسينا أن احنا لازم نتكاتف ولازم نسوي شيء جديد نقدمه لهذه الدولة الغالية على قلوبنا. طبعا توجهات الدولة في الآونة الأخيرة ما شاء الله يعني قايمين بكل الجهود، كل المؤسسات كل الوزارات قاعدة تتكاتف وتوحد جهودها للقضاء والتغلب على هذه الأزمة. فإحنا كمؤسسة طموح لإدارة العمل التطوعي حسينا أن احنا لازم نقدم شيء جديد تكميلي لهذه العملية التي يقوم فيها المجتمع، ولأن الكل ومعظم الجهات في الدولة تركز على جانب الصحة وجانب الاقتصاد وجانب هالأمور، احنا حسينا ان احنا لازم نركز على الجانب الآخر الموازي لهذه المجالات، وهو الجانب الاجتماعي. نعم. حاليا طبعا بسبب قرارات الدولة وإجراءات الاحترازية، توقف قفة المدارس، عدد كبير من أيضا الجهات أيضا أوقفت العمل وصار العمل عن بعد، أيضا تم إغلاق العديد من المجمعات التجارية، المراكز الشبابية، يعني عندنا فوق 23 مركز وكلها أغلقت، الأندية، كل الأماكن اللي كان يستثمر فيها الشخص وقته وكان يستغلها في تطوير نفسه والمراكز التدريبية أيضا.
فإحنا قررنا أن احنا في هالحملة يكون عندنا تواصل واستمرارية للتواصل بهدف أن احنا عجلة التنمية تستمر، التدريب والتطوير والحياة الاجتماعية كلها تستمر برغم الأزمة اللي حاصلة حاليا. هذه الحملة ترتكز على ثلاث مجالات أساسية. المجال الأول هو التوعية، التوعية في أهمية استمرارية الحياة، استمرارية العمل المجتمعي، استمرارية العطاء رغم الظروف ورغم الأزمة، وأيضا توعية الأفراد الأسرة الواحدة بأهمية، يعني الحين هم كلهم قاعدين في البيت، الأطفال صحيح. الكبار، فضروري نحن نستغل أوقاتنا بشيء مفيد، ضروري نحن ما نقضيه فقط يعني خلينا نقول يعني التلفزيون والأكل وهالأمور، لا، في جوانب أخرى لازم نحن نركز عليها، بالإضافة للمجال الثاني وهو التدريب والتطوير عن بعد. نعم. وإتاحة الفرصة لتقديم دورات تدريبية في هذه المجالات المختلفة. والمجال الأخير وهو الفعاليات المجتمعية، إن إحنا حابين نقيم هذه الفعاليات المجتمعية عن بعد، هي تجربة خلينا نقول هي مخاطرة وتجربة جديدة بالنسبة لنا أيضا، ولكن ما في شيء يمنعنا دام الأدوات والكل التطبيقات متاحة والأونلاين متاح وهذه الأمور كلها متاحة. نعم. أطلقتوا الحملة ولا؟ حاليا هو اليوم إن شاء الله الانطلاقة لحملة استمر التواصل تستمر المعرفة. معانا 23 جهة داعمة من مؤسسات الدولة المختلفة، من المبادرات الشبابية المختلفة أيضا، آمنوا بالفكرة وحسوا أن هاي المجال فعلا يحتاج أن نبذل فيه طاقة أكبر، نحتاج أن احنا نقدم شيء جديد أيضا في هذا المجال. يمكن خلنا نتكلم بداية عن الانطلاقة اللي بتكون إن شاء الله اليوم. بداية يعني احنا قسمنا العمل على حزم، الحزمة الأولى بتكون هي عبارة عن التدريب والتطوير والتوعية في هذا المجال. بتنطلق إن شاء الله عندنا أول الدورات التدريبية اللي هو بعنوان كيف تدير اجتماع عن بعد، وأيضا كيف تقوم بإعطاء دورات تدريبية عن بعد. الأولى بيقدمها أستاذ فيصل الهيثمي، والثانية إن شاء الله بيقدمها أستاذ عمار محمد. غدا إن شاء الله عندنا عبر طموح لايف بيكون أستاذ صلاح اليافعي بيتكلم عن مفهوم العطاء عن بعد. حاولنا نحن ننوع في الأدوات المطروحة من حيث برنامج زوم، من حيث اليوتيوب، إنستغرام لايف، كل التطبيقات، بحيث أن الفرد لا يجد له أذر، كل الأدوات موجودة، كل التطبيقات موجودة، حتى لو الدورة ما كانت أونلاين في الوقت تقدر أنت تفتح بعدين وتشوفها وتتابعها يعني فيما بعد. جميل جدا فاطمة، خصوصا أن احنا يعني حاليا محتاجين يمكن بعض الأدوات، أن مثلا شلون نشتغل عن بعد، يعني صحيح. مثل ما ذكرتي محتاجين توعية في هالجانب. طيب من ممكن يستفيد من هالبرامج؟ طبعا احنا في بداية الانطلاقة بحكم التوعية هي لجميع أفراد المجتمع بأهمية أن احنا نستثمر أوقاتنا، نستفيد من هذا الوقت الفراغ بشكل كبير. فالحزمة الأولى تتعلق بجميع أفراد المجتمع مثل ما ذكرت. نعم. الحزمة الثانية بتتعلق بالشباب والأشخاص المهتمين بتطوير ذاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم. الحزمة الثالثة بتكون متركزة فقط لأولياء الأمور والأبناء، بحيث أن احنا نعطيهم طرق، نوعيهم بطرق الاستفادة من أوقات الفراغ، لأن الحين الأطفال يعني يمكن أنا أعتقد أنهم المتضرر الأكبر من هاي الأزمة، بحيث أن ما عندهم أي وسائل ترفيه خارجية ولكن فقط حدود المنزل. فنحن بنحاول ندعم أولياء الأمور، لأن أولياء الأمور الحين صار عليهم ضغط زيادة اللي هو التدريس عن بعد وأيضا الترفيه عن بعد، فإحنا نحاول نقدم لهم كل الأدوات اللي ممكن تساعدهم أنهم يسيطرون على الأطفال، يمنحونهم وقت الزيادة، يمنحونهم خلينا نقول المهارات والترفيه المطلوب، أو حتى شلون يستغلون وقتهم بينهم وبين بعض. وفيما بعد إن شاء الله بعد عندنا فكرة توجه إلى المؤسسات في موضوع اللي هو العمل عن بعد، شلون أن احنا نسهل تقديم لهم خلينا نقول دليل يشمل كل التطبيقات اللي ممكن تسهل عملية العمل عن بعد، الاجتماعات عن بعد، الأشياء الطارئة ومن هذا القبيل. خليني بس أذكر نقطة، أن يعني إحنا بس أمس نزلنا في حساباتنا اللي هو خلينا نقول التشويق أن ترقبوا حملة بتنزل. نعم. خلال تويتر. وصراحة يعني أنا جدا فخورة خلينا نقول فزعة شباب قطر، فزعة المهتمين، فزعة المؤسسات، المبادرات اللي لا تتخيلون كمية الرسائل وصلتنا أمس أن إحنا معاكم، شو المطلوب، شو تأمرونا فيه. فالحمد لله رب العالمين أن هالأزمة حسستنا شكثر أن الكل قلبه على قطار، الكل يبي يغير، الكل يبي يساهم، الكل يبي يقدم شيء يفيد هذا المجتمع ويحرص على خلينا نقول أن الأمن يتم مستتب، مش بس من ناحية صحية ولا من ناحية اقتصادية. صحيح. لا، حتى المجتمع
يحتاج يكون في مرحلة من الاستقرار النفسي، الاستقرار المعرفي أيضا. فالحمد لله رب العالمين، يعني إن شاء الله نحن متفائلين خير بالانطلاق اليوم بإذن الله. بإذن الله. طيب بالنسبة مثلا الأعداد، هل في أعداد محددة عندكم، ولا إذا الموضوع عن بعد فأنتوا عندكم العدد مفتوح؟ هل مثلا كل دورة راح تتكرر أكثر من مرة الجدول؟ نبي نعرف تفاصيل. حاليا احنا ان شاء الله يعني حابين نركز بشكل عام، يعني ما مش حابين يكون في اي حدود لهذا الامر، لان هي في البدايه اولا واخيرا تجربه علينا وعلى حتى المجتمع. نعم. احنا مش متعودين اصلا ناخذ دورات عن بعد، يمكن الناس اللي مثلا تدرس ماجستير، اللي تدرس في الخارج، جهود شخصيه بالضبط. فاحنا بالنسبه لنا تجربه جديده، ولكن عندنا خبرات كثيره، يعني في ناس جدا مساهمين معانا في العمل عندهم خبره في هذا المجال، واحنا حبينا ان احنا نستفيد منهم كثر الامكان. العدد ما حطينا صراحة حدود، التسجيل بينفتح للجميع في الدورات اللي هي خلينا نقول اللي هي على الهواء مباشرة، بتكون أونلاين. نعم. بينزل روابط قبل الإعلان عن الدورات التدريبية هذه، في حال كان في إقبال على دورة معينة أو توبك معين احنا مستعدين ان احنا نكرره مرة ثانية بالتعاون مع المدربين. ومثل ما ذكرت ان احنا ما حصرنا على برنامج معين او تطبيق معين، لا. نعم. فاتحينه لكذا تطبيق وكذا اداه من ادوات الانترنت، بحيث انه يكون متاح لجميع فئات الناس، تكون عندها خيارات. طيب بالضبط. اذا مثلا الحين انا بسجل دوره معينه، شلون اسجل؟ وين حاطين الروابط في حساباتكم؟ طبعا احنا عندنا حسابات طموح، اللي هي طموح لاداره العمل التطوعي، على تويتر والانستغرام. كل الجهات المشاركة معنا 23 أيضا بتكون معنا في نفس بالتوازي، يعني بتعلن عن كل الدورات التدريبية بس يعني بشكل مستمر، بحيث أن يعني نغطي أكبر شريحة من المجتمع، وبتنزل الإعلانات بشكل مستمر مثل ما ذكرت، وحتى الروابط بتنزل اللي هي دورة يعني دورة حسب الدورة المتاحة أيضا برابطها الخاص فيها وبطريقة التسجيل فيها أيضا. حقيقة جهود تشكرون عليها فاطمة، خاصة أن مثلا يعني أنا لما شفت مثلا حساب تويتر عندكم أكتف، يعني تتكلمون عن الأزمة الراهنة، تتكلمون عن الأوضاع اللي قاعدة تصير لكن بطريقة مشوقة. خلينا شوي نتكلم عن هالجانب، دورنا اليوم في ظل أزمة تفشي وباء كورونا شنو لازم نسوي؟ أعتقد يعني أن احنا أدوارنا كفرد، خلنا نقول الدولة مش مقصرة، الدولة يعني خلنا نقول من 3 سنين جهودها ما تعمل الجهد الطبيعي، لا، قاعدة تعمل فوق طاقتها، فوق قدراتها، فوق قدرات حتى خلنا نقول جميع مؤسساتها. فإحنا دورنا كفرد شوي يكون عندنا إحساس بالمسؤولية عالي، حتى مثل شوي لا، لازم يكون عندنا إحساس بالمسؤولية متضاعف جدا كبير ومتضاعف عن الأيام العادية. إذا أنا كفرد ما حسيت بقيمتي الآن وحسيت بمسؤوليتي تجاه بلادي، العبارات الوطنية كثيرة والقول كثير، حتى يمكن أنا اليوم غردت فيها صباحا صراحة، أن كل التعابير الوطنية أن نحن تعودنا نقولها اليوم لازم تترجم لأرض الواقع كأفعال. أنت دورك كفرد إذا ما عندك شيء تقدمه للمجتمع، إلزم بيتك وحافظ على أسرتك وحافظ على صحتك. صحيح. محافظتك فقط على صحتك هي بتضمن أنك تخفف على الدولة مصاب آخر بعيد الشر أنه يصاب بهذا المرض، يعني لا سمح الله. سواء عندك أنت إمكانيات أن أنت تدعم الدولة، تقدم، ابتدي، بادر. الدولة تحتاج مبادرات، تحتاج دعم، تحتاج مساندة في ظل هذه الأوضاع. الدولة ما راح تقوم بكل الواجبات اللي مطلوبة منها، لأنها أوريدي قاعدة تغطي أماكن معينة بجهود زيادة عليها وفوق طاقتها. فأنا كدوري كفرد أي ثغرة أشوفها في المجتمع لا أكتفي في التغريد عنها ولا بالشكوى عليها ولا بانتقادها، لا، أقوم بنفسي وأغيرها وأساهم بتغييرها إيجابيا، ولا حتى أنا أنشرها من باب تقليل شأن الدولة، لا، أنا الحين دوري أرفع من شأن الدولة، أدعم الدولة وأساهم في الحد من هذا الوباء وحد من هذه المشاكل اللي ممكن تتفاقم لا سمح الله مستقبلا. لأن الأزمة مش بس أزمة صحية، هي أزمة على كافة المجارات وكافة الأصعدة. فأنا أحتاج كفرد يكون عندي وعي وعندي مسؤولية وخلينا نقول إحساس أكبر باتجاه الدولة. نعم بالتأكيد. فاطمة الطويل نائب المدير العام لمؤسسة طموح لإدارة العمل التطوعي، شكرا جزيلا لحضورك. مشاهدينا ومستمعينا، نظم مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية وش إحدى مبادرات مؤسسة قطر تحت عنوان فيروس كورونا، القضايا الطبية والأخلاقيات من منظور إسلامي. خلونا نتابع.
بهدف التوعية وبأفضل الوسائل الممكنة منعاً للتجمعات، نظم مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش ندوة إلكترونية بعنوان فيروس كورونا، القضايا الطبية والأخلاقيات من منظور إسلامي. احنا اليوم مع ويش في هذه الندوة المهمة، القضايا الطبية في محور الإسلامي، وهذا الهدف منها طبعا أنه يوضح لجميع المسلمين في العالم وغير المسلمين حرص الإسلام على النفس البشرية. وطبعا هذه الندوة تظهر إثباتات كثيرة دينية تذكر بأهمية النفس البشرية على تقديم إيش بعض الشعائر الدينية مؤقتا، لأن احنا اللي فيه هذا يعتبر مثل العاصفة والإعصار، يأخذ وقته وبيروح إن شاء الله بأسرع وقت، بس لازم احنا في الوقت نكون منتبهين وحرصين عشان ما نخسر أحد من أحبابنا في هذا الوقت. نرجو أن الندوة إن شاء الله يكون فيها توسيع مدارك لجميع الأخوان دوليا، يعني عن طريق ويش طبعا، لأن هي منارة للأشياء يعني الطبية والعلمية مع الأشياء الإسلامية، وتوضح الناس أمور كثيرة وتخليهم مستقرين ويهتموا بصحتهم إن شاء الله، وإن شاء الله دينهم إن شاء الله بيساعدهم على هذا ويرجعون لشعارهم الدينية قريبا بأحسن حال. قدمت الندوة الفرصة لتسليط الضوء على عدة جوانب من القضية الصحية الأبرز في العالم اليوم، وخصوصاً حول كيفية التعاطي معها على مستوى فردي ومجتمعي، كما ناقشت المفاهيم الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا وأفضل التدابير الوقائية. مشاهدينا مستمعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا لليوم من الصباح رباح. نذكركم مشاهدينا ومستمعينا أنه من المحن تولد المنح، ومن الألم يولد الأمل، ومن التحدي يولد وتولد الفرص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا جميعا هذه الغمة، ونذكركم دائما حافظوا على سلامتكم وحافظوا على صحتكم. لأي اقتراح أو استفسار يسعدنا تواصلكم معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على قناة الريان. شكرا لكم.